ثلاثة أطفال أمهم وجدتهم في السيارة، احترقوا بطريقة يعني لا يمكن أن يتصورها أحد. للأسف بقيت والدة الأطفال كانت مصابة. لم أستطع إخراج الأطفال الذين يصرخون ويطلبون الإنقاذ والنجدة وهم يحترقون أمام أعيني، لا يوجد أحد، لم أستطع أن أفعل لهم أي شيء للأسف. وليد أطفال بالسيارة، شو ذنب اللي يضربوهم بالسيارة ويحرقوهم بالسيارة؟ هيك شو ذنب الوليد؟ لا معن زلم، لا معن سليح، لا معن إشي. وليد ماشيين بالسيارة يجي الصريخ عليهم، لا شو هالظلم هذا؟ شو هو هالظلم هذا؟ خمس تنفس بالسيارة يقتلوهم هيك، شو هالظلم؟